مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ومساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور والسرور يا فواز، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. تشكل العناية بالقطاع الصحي في البحرين أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وقد أولت مملكة البحرين اهتمام كبير في الرعاية الصحية حتى باتت من الدول الرائدة في هذا المجال، وحققت العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية. وهذه الإنجازات يا لولو ما لم يكن تتحقق لولا الدعم الكبير من قيادتنا الله يحفظها ويرعاها، لتحصد البحرين اليوم ثمار الاستثمار في الصحة ورعاية الكفاءات والجهود الوطنية لدفع عجلة التنمية والازدهار. مشاهدينا الكرام، نبتدي معاكم حلقتنا اليوم بأبرز الأخبار، لكن من بعد هذا الفاصل. نبدأ معاكم مشاهدين في جولة الأهم الأخبار اليوم، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الأدوار الحيوية اللي تقوم بها الكوادر الوطنية شابة في مسيرة النهضة الشاملة تأتي امتداداً للأدوار اللي قام بها الآباء والأجداد وساهمت في تحقيق نماء وازدهار مملكة البحرين على مر التاريخ، وهي أدوار رئيسية لدفع عجلة النمو والتطوير. بالتأكيد ولدى لقاء سموه حفظه الله ورعاه منتسبي الدفعة الخامسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن بعد، أشار سموه إلى أن الظرف العالمي لجائحة فيروس كورونا وما استوجبه من مضاعفة للجهود كان تحدي استثنائي استطاع من خلاله منتسبو البرنامج أنهم يعكسون نماذج معبرة لحب هذا الوطن لما يتمتعون فيه المنتسبون من مسؤولية عالية أسهمت في تأديتهم لواجبهم الوطني على أكمل وجه كجزء من فريق البحرين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. وفي خبر آخر، عقدت إدارة الأوقاف الجعفرية اللقاء السنوي للمآتم والمواكب الحسينية في محافظات مملكة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور 250 مشارك من المآتم ومنسقي المواكب وبمشاركة ممثلي الجهات الرسمية استعداداً لموسم عاشوراء، وذلك بحضور نائب رئيس الأمن العام ونواب محافظي المحافظات الأربعة وأعضاء من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. طبعاً أكد رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح صالح، أكد أن الظروف الاستثنائية فرضت صعوبة ممارسة الشعائر على النحو المعتاد وفقاً للمعطيات الصحية، وطبعاً أشار إلى أن الجهات الرسمية تبدي كل الحرص على نجاح أحياء عاشوراء. طبعاً في هذا الإطار فإن وقت بث الخطيب سيكون حسب ما يقتضيه موضوع الخطبة والمناسبة كالمعتاد، مع تواجد إدارة المآتم والكادر التقني للبث، مثمناً تجاوب الجهات الرسمية مع تطلعات ممثلي المآتم في هذا الشأن على أن يكون استخدام مكبرات الصوت وقت البث
وفق الضوابط المرعية، داعين الجميع للتقيد بكافة الضوابط اللي أكد عليها الفريق الطبي، لا سيما الابتعاد عن التجمعات لخطورتها الكبيرة في انتشار الوباء. وفي الخبر الأخير، أكد الدكتور حسن التوبلاني رئيس وحدة العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي على أن تحدي فيروس كورونا يستوجب المواصلة بعزم وفق المسؤولية الوطنية لتجاوز الجائحة بنجاح في مملكة البحرين، موضح أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي وبالإجراءات الاحترازية اللي تقوم بها المملكة لمواجهة الكورونا والحد من انتشاره بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. طبعا للو، وقال رئيس العناية القصوى بأن عزيمة المجتمع بشكل تام في مواجهة الفيروس راح يعزز من التقيد بالتعليمات وبالتالي انحسار انتشار الفيروس، مشيرا أيضا إلى ضرورة التزام كل فرد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات المعنية، وأهمية أيضا الابتعاد عن القلق من الإصابة بالفيروس لما قد يسببه من آثار نفسية، وضرورة تعليم الأفراد كيفية التكيف مع الفيروس. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إن يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضا قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. حياكم الله من جديد. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية مشاهدين الكرام اللي يمر فيها العالم ومملكة البحرين، كان قرار تخصيص جائزة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الله يحفظه ويرعاه للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي
قرار يوصل كل كلمات الشكر والامتنان للطبيب البحريني. صدقت يا فواز، يعني كل مواطن ومقيم على أرض المملكة يكن كل احترام وتقدير لأطبائنا وكفاءاتهم المشهود فيها في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وتقديم أرقى الخدمات الطبية والعلاجية. الطبيب البحريني يا لولو على قدر كبير من الكفاءة والاحترافية في مجاله العلمي ودائما متميز، وطبعا في المجال الأكاديمي كذلك، وأثبت هالشيء من خلال مشاركات الدولية والإشادات الدولية اللي حصلت عليها البحرين. بالفعل، وزميلنا يحيى العمري، هذا الزميل المتميز واللي على طول يجينا بتقارير جدا متميزة، زار مجمع السلمانية الطبي واستمع لآراء عدد من الأطباء اللي أكدوا فخرهم واعتزازهم بهذه الجائزة. خلنا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع نواصل حلقتنا. مسيرة علمية طبية حافلة تخطو بها مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار، مستندة على كفاءاتها الوطنية وخبراتها الطبية المرموقة، والتي جاءت جائزة سمو رئيس الوزراء الموقر للأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي لتكرمها وتعكس الدعم والرعاية التي يحظى بها الكادر الطبي في المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. طبعا نشكر القيادة الرشيدة واهتمام سمو رئيس الوزراء بالطبيب البحريني واهتمامه بعمل الجائزة أو بالإعلان عن الجائزة على أساس أنه يكون في تنافسية بين الأطباء في خدماتهم، وهذا كلها بيكون في ارتقاء الخدمات الطبية في البلد وتشجع الأطباء في العلوم الطبية. الجائزة أدت إلى ارتقاء الطبيب البحريني، وخاصة في فترة الاعتماد على الأطباء البحرينيين في جائحة الكورونا، وهذا طبعا نشكر سمو الأمير الملكي رئيس الوزراء في اهتمامه بأبنائه البحرينيين خاصة القطاع الصحي، وإن شاء الله إحنا نكون على قد المسؤولية وراح نقدم كل جهدنا في ارتقاء الخدمات الطبية إن شاء الله في البحرين. أعتقد أن يعني هذه الجائزة كنا ننتظرها من زمان في الحقيقة، لأنه تدري يعني ناس يشتغلون في مجال معين من الأفضل أن تبين إنجازاتهم للآخرين من أجل تشجيع الأجيال الجديدة على اتخاذ نفس الطريق. الفكرة أنه أي أحد يسوي أي شيء يرتاح لما الآخرين يقدرون هذا الشيء ويعترفون به، هذا اعتراف بهذا المجهود. يعني الحمد لله يعني احنا حسينا من الأفراد المجتمع الكل ممتن للجهد اللي يبذل يبذله الجيش الأبيض مثل ما نسمى، وهذه الجائزة تصب في هذا المجال. في ظل ما تواجهه المملكة من ظروف صحية استثنائية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، جاءت هذه الجائزة لتكرم جهود الأطباء البحرينيين تقديراً لما يقدمونه في مهنتهم النبيلة من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة لخدمة وطنهم ومجتمعهم. هذه الجائزة هو تقدير للطبيب، وليس فقط للطبيب، إنما تقدير للقطاع الصحي بأكمل بجميع أطيافه، من هيئة التمريض، من إداريين، من فنيين. هذا أول شيء. ثاني شيء، هي تحمل في طياتها حافز للأطباء والقطاع الصحي بصفة عامة للارتقاء بمستواهم وعمل البحوث الطبية لارتقاء بمستوى الطب بصفة عامة في مملكتنا الحبيبة. إن هذه تفاعل بين القيادة الرشيدة والشعب البحريني الكريم، وهذه هو ما تولد في وجدان الشعب البحريني من تقدير للقطاع الطبي في الجائحة اللي احنا نعيشها، في الأزمة اللي احنا نعيشها. فهذه قام بالتعبير عنه سمو رئيس الوزراء من خلال تخصيص لهذه الجائزة للأطباء، وأننا نحن نعاهد قيادتنا الرشيدة والشعب البحريني الكريم أن نحن بنكون إن شاء الله بنبذل أقصى ما في من جهد لارتقاء مستوانا ولحفظ وسلامة الوطن.
مملكة البحرين وعلى مدى العقود الماضية عملت على دعم وتعزيز مكانة الطبيب البحريني من خلال العديد من المبادرات الوطنية، إلا أن جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حملت في طياتها العديد من رسائل الشكر والامتنان الوطنية والشعبية للكوادر الصحية في المملكة. جهود وطنية طبية مخلصة يبذلها الكادر الصحي في مملكة البحرين على مدار الساعة، جاءت هذه الجائزة، جائزة سمو رئيس الوزراء للأطباء المتميزين والبحث العلاجي والطبي، لتقدم لهم الشكر والعرفان والامتنان باسم مملكة البحرين وقيادتها وشعبها الكريم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. حياكم الله من جديد، واستمتعنا في تقرير يحيى العمري مع مجموعة من أطباء مجمع السلمانية الطبي، وبالتأكيد راح نتكلم أكثر عن هذه الجائزة المهمة اللي جات لتكريم الطبيب البحريني مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتورة غادة محمد القاسم رئيس جمعية الأطباء البحرينيين ورئيس قسم الطوارئ بالخدمات الطبية الملكية، وأيضا الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي. يا هلا ويا مرحبا فيكم، وسعداء جدا بوجودكم معنا. مساء الخير ومشكورين على الاستضافة. يا مرحبا دكتورة. ويا مرحبا دكتور. الله يسلمك، ومشكورين على الاستضافة طال عمرك، شكرا جزيلا. دكتور، خل ابتدي معك بالتحديد بالنسبة لأهمية جائزة سمو رئيس الوزراء في دعم وتشجيع الطبيب البحريني. نعم، هذه الجائزة سلمك الله جائزة جدا متميزة. صحيح. هذه الجائزة يعني تدل على الاهتمام والتشجيع والدعم الكبير الذي حظي فيه الأطباء البحرينيين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، يعني سمو رئيس الوزراء. نعم. هذه الجائزة يعني تعتبر تقدير كبير لجهود الأطباء في البحرين، وتقدير يعني يمكن غير مسبوق طبعا. بلا شيء. نعم. يعني أنا أتوقع أن احنا فرحنا بنفس الفرح اللي عند الأطباء، حتى وإن ما كنا بالفعل، لأن في ذي الفترة يعني فعلا اذا قلنا ان انتوا الجنود، اذا احنا قلنا ان انتوا اللي تحمونا، اذا قلنا ان انتوا فعلا اللي كان لكم دور كبير وما زال مستمر في هذه الجائحه، فاحنا مع ما وفيكم حكم. يعني دكتوره غاده، لما وصلتك كرئيسه جمعيه الاطباء البحرينيين خبر هذه الجائزه، شنو شعرتوا؟ شنو اهميه انه يكون في يوم اصلا للطبيب البحريني؟ شوفي، احنا اول ما تم نشر الموضوع عن الجائزه، ما تتصورين كمية الاتصالات، كمية المسجات، كمية الأطباء اللي تعنوا ياو حق جمعية الأطباء أساس إنه يباركون بمناسبة هذه الجائزة. بالنسبة لهم كان كأنه حلم إنه يتم تكريم الطبيب البحريني، خصوصا الآن في هذه الفترة مثل ما تفضلتي، فترة صعبة على الأطباء والطاقم الطبي، قضوا فترة طويلة من تقريبا فبراير بداية السنة، فيات في وقتها مناسبة جدا ان تفرح الأطباء، ان تنزل عليهم كالخبر. يعني الخبر كان جدا جدا سعيد على الكل، الأطباء والطاقم الطبي، وكانوا جدا سعيدين وفرحين بالخبر في وسط هذه الجائحة. أكيد أكيد. دكتور نبيل، شلون تعكس هذه الجائزة حرص مملكة البحرين على الاهتمام بكوادرها الطبية والإدارية من جانب، وأيضا تعزز من روح المنافسة ما بين الأطباء نفسهم؟ نعم، الجائزة مثل ما يعني شرحت في البداية جائزة جدا متميزة. صحيح. جائزة تحمل يعني اسم كبير جدا، وهو اسم يعني صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء شخصيا. فالجائزة جدا مهمة وجائزة جدا قيمة. فالحصول على هذه الجائزة يجب أن للطبيب أن يبذل جهد وينافس أيضا. بالعكس، هذه الجائزة يعني شددت على روح المنافسة من الأطباء. الأطباء يجب أن يتنافسون، حتى إذا الطبيب ما فاز، هو فقط إن شرف التنافس وشرف التنافس على جائزة. صحيح. بهذا المستوى هو نفسه يعتبر شرف كبير جدا. فاحنا متوقعين يعني ان يكون في منافسه كبيره جدا بين الاطباء، منافسه في الاشتراك والمنافسه في الفوز ان شاء الله. بالضبط، جميل جدا ان تخلق جو من المنافسه داخل الكوادر الطبيه وسط العمل. وايضا المنافسه تؤدي الى نتائج جدا ايجابيه، تعود بالنفع. الناس يعني بتتشجع على البحث، بتتشجع على الابداع للفوز بهذه الجوائز. فبالعكس يعني نحصل على ان شاء الله مردود ايجابي جدا، حتى تشجع على الابتكار اكثر. بالضبط، الناس بتشجع على الابتكار،
وعشان ايضا الفوز بالجائزه وايضا الابتكار بحد ذاته بيكون شيء جدا ممتاز ان شاء الله. بالفعل يعني انا الحين كلام الدكتور نبيل نقلني حق جائزه الاعلاميين اللي بعد تحت اسم رئيس الوزراء الله يحفظه. احنا كاعلاميين نفخر ونتنافس والتنافس يكون شديد، واللي يشيل اللقب هو ما فوقه فوق يعني. هاي ترى انا فزت بذي الفئه وسام ايوه وسام على تاج، فاكيد هذا النوع من الجوائز اكيد راح يحفز الاطباء اكثر على العطاء على الاستمرار. لكن بعد اذا رجعنا ندري ان الاطباء في ذي الوقت تحديدا تحت ضغط، الضغط نتيجه العمل لساعات طويله، وجودهم في الصف الاول مواجهين عدو مجهول بالنسبه لهم كل يوم يتغير. صحيح. ان شاء الله يا ربي الله يزيحه ويزيح الغمه من علينا كلنا ونبتدي احنا نحتفل. نبي رويكم بعد احتفال الشعبي ترى اعتقد يعني احنا كشعب بحرينيين احنا ندين لكم واير بامور، واعتقد ان احنا بنسوي لكم حفله ما صارت ولا استوت حق كل طبيب. واجب علينا توقيت اختيار هذه الجائزه شنو يعني لكم؟ شوفي خليني شوي نرجع قبل جائحه الكورونا او قبل الكوفيد 19. قبلها على نهاية 2018 لو تذكرون كان في شوي شن هجوم على كفاءة الطبيب البحريني، سواء في بعض الصحفيين أو في الإنستغرام في السوشيال ميديا كانت تشكك في كفاءة الطبيب البحريني في قدرة الطبيب البحريني، وكنا إحنا كجمعية أطباء يعني كنا وايدنا بندافع عن الطبيب البحريني. جاءت الجائحة وأثبتت حق الكل بدون الطبيب البحريني أثبت نفسه في هالفترة، فكان التوقيت مناسب جداً إنه يثبت حق المجتمع حق المرضى حق المقيمين شوفوا كفاءة الطبيب البحريني. فجائزة رئيس الوزراء عززت من دور وكفاءة الطبيب البحريني بالضبط. فعشان كذي لها معنى كبير عند الأطباء وفعلا كلهم. دكتورة يعني وانا اضيف عليك هو رجعت الثقة. صحيح. اللي كانت يعني اللي فعلا بدينا شويه بدت تنهار او بدا يصير فيها شروخ. صحيح. بدت ترجع هذه الثقه وبدينا نفخر احنا عندنا اطباء في هذا المجال وهذا المجال، شوفوا اطبائنا شلون كفوا. بدينا حتى علاقتنا مع بعض المستشفيات لا انا اروح اتعالج عندنا ذي الاطباء عندنا ذي التخصص، وبدينا بالعكس نطالب بوجود سياحه علاجيه لان من كثر ما احنا نفخر بوجودهم. وفي ناس قامت تدافع عن الطبيب البحري المنتقدين يعني نفسهم تحولوا الى مدافعين. فهذا شيء يعني التوقيت كان فعلا توقيت مناسب وتوقيت صحيح 100%. تفضل دكتور. وايضا حتى من ناحيه الاطباء زادت الثقه بنفسهم، يعني ثقتهم بنفسهم صارت يعني في اجمل لحظات في اجمل واقوى لحظات واجمل اوقاتها. صدق. بالذات اذا القياده الرشيده يعني بنفسها قاعده تعطيهم كل هذا الاهتمام وكل نعم. هذا الحرص نعم. معناته ان ثقتهم في نفسهم زادت، والتوقيت هو التوقيت جدا مناسب جدا جميل، بالذات ان الاطباء هم مثل ما تفضلتوا في الصفوف الاولى يعني معرضين حياتهم للخطر ايضا والتعب والساعات الطويله، فشيء من هذا شيء من هالنوع يعني يزيدهم الغبطه يزيدهم يرفع معنوياتهم نحو العمل وحتى يخفف عليهم كل هذا التعب ينسونه. التعب سينسى ان شاء الله باذن الله. يعني دكتور نبيل انا بعد بوزير انا اليوم قاعده وزير اي زيدي يستاهلون طبعا. يمكن حتى كلمات جلاله الملك المفدى من خلال كل خطاباته اللي انقالت في فتره الجائحه انتوا اول ناس اللي يشكرهم انتوا اول ناس، فيعني اذا نشوف قيادتنا الله يحفظهم بناء من راس الهرم اللي هو جلاله الملك المفدى يولي هذا الاهتمام من خلاله لتوجيه رسائل الشكر. صحيح. والاهتمام ايضا توعد جلالته بمكافاه الاطباء هذه ايضا يعني صحيح. يخلي كل واحد صراحه يتحسف انه ما تخصص طب. اي والله اي والله واللي عنده ابناء يبي يخصصهم في الطب الحين روح تخصص طب. اول كان في تشكيك في الموضوع لا ان شاء الله ما في تشكيك ابدا. ثقتنا كبيرة بالكادر الطبي البحريني، نفخر بكوادرنا البحرينية في مختلف المجالات. أنا ودي قبل ما انتقل لهذا التقرير كلامكم شجعني أن نسألكم شلون سواء في مجمع السلمانية الطبي ولا حتى في الخدمات الطبية الملكية شلون وضع العمل وسير العمل في المجمع وفي الخدمات الطبية الملكية سواء في مستشفى قوى الدفاع البحرين أو في مستشفى الملك حمد الجامعي، وصف لنا سير العمل هناك. نعم طبعا مستشفى يعني مستشفى السلمانية الطبي أو مجمع السلمانية الطبي يعني ممكن احنا نفتخر ايضا يعني بصفتي انا ممكن مسؤول على الاطباء هناك ان الاطباء في هذه الفتره هم الخط الدفاع الاول لعلاج مرضى الكورونا في البحرين. انا اتكلم عن المراكز العلاجيه تقريبا معظمها جميع كوادرها الطبيه من مجمع السلمانية الطبي، وهذا مصدر فخر لنا
وهذا واجب علينا احنا ايضا تجاه وطننا وتجاه يعني قيادتنا ايضا وتجاه الشعب. لكن في المقابل ما قفلتوا حتى عن الخدمات الطبيه الثانيه اللي يقدمها المجمع في نفس اللحظه. سلمك الله، احنا قاعدين نحاول ان يعني نسوي بالانس، نحاول توازن. ان نعادل التوازن، ان احنا عندنا كوادر كبيره جدا يمكن خصصناها الى الكورونا، ولكن في نفس اللحظه يعني حاولنا بكل استطاعتنا ان تستمر الخدمات الطبيه في المجمع، يعني نقول بمستوى يعني ما يتاثر ان شاء الله، وبمستوى يعني يوازي المكان في السابق. هذه المعادله مو معادله بسيطه سلمك الله، المعادله يمكن تكون صعبه في الظروف الحاليه هذه، ولكن يعني بالدعم المستمر اللي حصله من قيادتنا ومن اداراتنا اللي موجوده، يعني نحاول يعني قد ما نقدر ان شاء الله ان ما نخلي الخدمات الطبيه ان شاء الله تتاثر. في نفس اللحظه ايضا نركز جهودنا على الجائحه. فمثل ما قلت لكم يعني سلمك الله، هي معادله وان شاء الله احنا يعني قادرين عليها ان شاء الله. قادرين عليها باذن الله قادرين وكل عليها. ما ان شاء الله يعني زادت شده الامور، احنا ايضا زادت شده اصرارنا وزاد عزيمتنا وزادت خبراتكم ايضا دكتور، وزادت خبراتنا ايضا يمكن في التعاون مع، يعني حتى انا اتكلم عن نفسي ايضا واقول الجماعه يمكن في حياتنا كلها ما مرت علينا يمكن ظروف مثل هذه. صحيح. حتى احنا كنا يعني نتكلم عن العصر الحديث يعني في عمرنا هذا ما مرت علينا شيء منه. صدق. بس لكن يمكن مثل ما قلت لكم بالدعم اللي حصلناه من يعني من اعلى القياده ومن القياده جميعا ومن الاداره الموجوده ومن الوزاره الموجوده اللي كلهم دائما معانا، ان شاء الله بنتخطى هذا الموضوع ان شاء الله يا رب. وان شاء الله باذن الله الخدمات يعني لن تتاثر، وفي نفس اللحظه ان شاء الله بنكون وسنواصل وسنكون ان شاء الله خط الدفاع الاول لحد ان شاء الله ما تنتهي الجائحه. قول فعل قول فعل دكتوره غاده من جانبكم. احنا طبعا في الخدمات ككون كمسؤول رئيس قسم الطوارئ، طبعا الطوارئ هو الوجهه الاولى للمرضى بلا شيء، فنفخر احنا في الخدمات الطبيه الملكيه ان كوادرنا الطبيه في قسم الطوارئ كلها كوادر بحرينيه متخصصه في طب الطوارئ، يعني يدير القسم استشاريين بحرينيين في قسم الطوارئ، وهذا ينعكس بالفائده والمنفعه على المرضى والمقيمين المتلقين الخدمة. لما أنت يكون عندك طبيب بحريني متخصص في طب الطوارئ، طبعا الخدمة المقدمة أو العلاج والخدمات العلاجية تنعكس بالفائدة على المرضى اللي يجون. ونفس ما تفضل الدكتور نبيل، كورونا وغير كورونا الخدمات متواصلة مستمرة 24/7 24 ساعة في اليوم، فالباب مفتوح حق الكل، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعدي الجائحة والأمور تحسن بإذن الله. إن شاء الله يا رب. نرجع حق محور حديثنا وهي جائزة صاحب السمو الملك رئيس الوزراء الموقر للطبيب، ورح نتعرف معاكم مشاهدينا الكرام من خلال التقرير التالي على أبرز الشروط المشاركة في الجائزة، وبالتأكيد نعود لمواصلة حلقتنا مع الدكتور نبيل والدكتورة غادة. إيماناً من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأهمية الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، أطلق سموه مبادرة بتحديد أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للطبيب البحريني، وجائزة تحمل اسم خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني لتكريم الأطباء المتميزين، وذلك إيماناً من سموه بأهمية الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، وتقديراً لجهود وعطاءات الأطباء البحرينيين. وتشمل جائزة سموه فئتين، الأولى جائزة الابتكار والإبداع في البحث العلاجي والسريري والطبي، والثانية جائزة الوفاء والعطاء الممتد. وتتضمن الشروط العامة للتقدم لنيل الجائزة: 1- أن يكون طبيباً بحرينياً. 2- أن يتم تقديم الترشيح عبر المؤسسة التي ينتمي لها الطبيب بالنسبة للفئة الأولى. 3- يجوز للمؤسسة ترشيح 3 مرشحين كحد أقصى لكل فئة من فئتي الجائزة. 4- التقديم للجائزة في الوقت المحدد، وذلك في موعد غايته 5 سبتمبر 2020 مع استيفاء الشروط العامة والشروط الخاصة للفئة التي يتم التقديم لها، ويتم التقديم بملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، وإرفاق المستندات المؤيدة للترشيح، وتقديم الأوراق عبر البريد الإلكتروني التالي: kbs.bdra.reg@health.gov.ph. ولمزيد من التفاصيل حول الشروط الخاصة للتقدم للجائزة
في الفئتين الأولى والثانية. يرجى الاطلاع على صفحة جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني على الموقع التالي www.moh.gov.bh/kbsa. حياكم الله من جديد، وطلعنا معاكم مشاهدينا على أبرز الاشتراطات الخاصة بهذه الجائزة، وهذا السؤال أنا راح أنقله للدكتورة غادة. دكتورة غادة، يعني طلعتي على الاشتراطات الخاصة بالجائزة، كيف تشوفين هذه الاشتراطات وهل هي مناسبة للطبيب البحريني؟ شوف، الجائزة تحمل اسم كبير وغالي. تحمل اسم غالي علينا كلنا، واسم محبوب لدى الأطباء كلهم ولدى الشعب البحريني عموما. فجائزة سمو رئيس الوزراء، أنت تبي معايير دولية، صحيح. تبي معايير ترتقي بهذا الاسم. اللجنة المنظمة أو اللجنة فيها شروط، وهاي من منظمة الصحة العالمية، صحيح. مثلا في خبراء من دوليين في اللجنة المقيمة، صحيح جمعية الأطباء عضو في اللجنة، بس ارتئينا أساس نعطيها قيمة دولية وقيمة عالمية، لازم انت شوية ترفع من المستوى. والاشتراطات ترى مو بوايد صعبة، بس مثل ما تفضل الدكتور نبيل، انت تعلي الاشتراطات عشان تحفز المنافسة الشريفة، عشان في النهاية انت تخدم او الستاندرد مال المجال الصحي والتطبيق يرتفع عندك في مملكه البحرين. فالهدف الارتقاء بالمجال الصحي والعلاجي في المملكه، فالاشتراطات مفروض انها تكون شويه عالميه ودوليه، واحنا يعني درسناها من الشروط والاشتراطات اللي موجوده في اماكن ثانيه. واكيد ان الاطباء البحرينيين قدها، يعني احنا من يوم والثاني نسمع عن حصول عدد من الاطباء، صحيح. على جوائز، نشوف بحوث تنشر، صحيح. في دوريات عالميه، وهذا مو غريب على البحريني. البحريني ما يرضى اصلا بالهين، لكن البحريني اللي يدور صعب. دكتور، بعد تاكيدا كلامك، البحوث العلمية تنشر في الدوريات العالمية للبحث الطبي، بعد مطلوب منها اشتراطات معينة، صحيح. وشروط، صحيح. معينة، لذلك ما تقل عن هذه الشروط اللي موجودة لنيل الجائزة دكتورة. صحيح، يعني من الشروط اللي موجودة عن البحوث أن تكون منشورة في مجلات طبية عالمية، صحيح. معترف فيها. يعني في مجلات شوية أقل مستواها منها، فمن الشروط أن المجلة اللي أنت تنشر فيها البحث، أول شيء أن البحث يكون في قيمة، يأثر على المجال الصحي، يضيف شيء للمجال الصحي، ومنشور في مجلة طبية معترف فيها. عندنا إحنا معايير معينة للمجلات الطبية، فالشروط هذه كلها يعني أجين تصب في مصلحة المقيم والمواطن والخدمة العلاجية اللي إحنا نقدمها. والطبيب نفسه أيضا. والطبيب أكيد أكيد. وأكيد في مسيرته، وحتى مسيرته العلمية أكيد والعملية، أكيد. هذه الجائزة إذا أخذها أكيد راح تضيف حق رصيده الكثير، وإحنا نتمنى فعلا أن نشوف أطباء البحرين يتنافسون على هذه الجائزة، ونتمنى أن في القريب العاجل وبعيد عن هذه الجائحة نحصد ثمار أول تكريم لأطباء في هذه المجالات كلها. إن شاء الله. إذا سمحتي لي، إحنا الآن في الجائحة، فترة الجائحة ترى في مجال كبير حق البحوث الطبية، هو مجال جديد بالنسبة في العالم كله، بالضبط. ففي كثير من الأطباء البحرينيين، وفي كثير من الأطباء في دول العالم ينشرون، بادين الآن يشتغلون على بحوث في الكوفيد 19، فهذه مجال مفتوح أيضا للي حابين يشاركون في المسابقة بإذن الله. وأكيد يعني دكتور نبيل، ما أدري إذا تشاركني الرأي أو تختلف معاي، أكيد هناك في فرص وفي تحديات للحصول أو أمام الطبيب البحريني عشان يحصل هذه الجائزة، خصوصا أن البحث في مجال الطب يحتاج إلى مختبرات، يحتاج إلى يعني هو مو بحث بس تعال اكتب، هو تحتاج هل راح توفر لهم كل هذه الأمور؟ هل توجد في البحرين فعلا بيئة خصبة عشان الطبيب يستطيع أنه يقوم بالبحوث العلمية اللي تواصله حق مثلا لقاح، مثلا علاجات للقاحات معينة، دراسات من نوع معين؟ هل فعلا بحرين بيئة خصبة حق هذا الشيء؟ نعم، يعني اولا احنا طبعا في شيء معروف على اطباء البحرينيين، الأطبائنا في البحرين الحمد لله ذو كفاءة عالية جدا، يعني مستواهم أصلا العلمي جدا عالي. معظم الأطباء اللي عندنا في البحرين بذات الاستشاريين، جميع أو معظمهم حتى متخرجين من أفضل الجامعات في العالم، ويعني ودشوا إلى برامج تدريبية جدا جدا كبيرة. لهذا السبب نشوف أن كثير من الأطباء البحرينيين ينتجون الكثير من الأبحاث
واللي منشورة يمكن في أرقى المجلات أو الدوريات العالمية. ولو تلاحظ أيضا أن إحنا فقط كمستشفيات، مو فقط إحنا كمستشفيات، معظم المستشفيات في البحرين مستشفيات تعليمية، نعم، ومستشفيات جامعية، نعم، مستشفيات جميعها مرتبطة بجامعات عريقة مثل يعني جامعة الخليج العربي، الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، هذه يعطيها جامعة الملك عبد الله اللي قاعدة تنشأ، جامعة الملك عبد الله بكبرها، نعم، ما شاء الله، بس تكون يعني مركز أبحاث كبير وجامعة جدا ضخمة. بالفعل. فلو تشوفين الله يسلمك أن البيئة اللي موجودة هي كلها بيئة علمية وكلها بيئة أكاديمية، ومعظم الاطباء اللي موجودين عندنا ايضا يعملون ايضا يمكن كبارت تايمرز، كلهم اساتذه في الجامعات في نفس اللحظه. بالفعل. وهم نفسهم اللي يدرسون الطلاب، فجزء من التدريس يكون له علاقه بالريسيرش او له علاقه بالابحاث. لهذا السبب مو فقط المستشفى، المستشفيات بيئه خصبه جدا بوجود صحيح. هذه الحوافز كلها وبوجود هذه الامكانيات. فيعني بالاضافه اللي تقدمها الدوله واللي تقدمها الوزاره الصحه او يعني كل الخدمات الطبيه بوزاره الدفاع يمكن في المستشفى العسكري، توجد ايضا الجامعات، والجامعات يعني جدا متعاونه في هذا المجال. فكل الامكانيات موجوده ان شاء الله. والاهم من هذا كله مثل ما بديت في البدايه ان العزيمه موجوده عند الاطباء البحرينيين، والاطباء مثل ما يعني اعيد واكرر مره ثانيه ان اطبائنا من افضل الاطباء الموجودين. والاطباء يعني عندهم العزيمه وعندهم المهاره ان شاء الله يعني بيبدعون وسيبتكرون ايضا ان شاء الله، وروح الابداع والابتكار دائما موجود عند الطبيب البحريني. بالفعل. يعني وحتى يمكن جائحه الكورونا يمكن اثبتت هذا كذلك. صحيح. ان ان ان, إن جميع الاطباء البحرينيين الموجودين هم اللي ساهموا ان شاء الله في حمايه البلد وحمايه الشعب، ولا زالوا يساهمون دكتوره. بس اذا ما سمحتوا لي، مركز ولي العهد للبحوث، نعم، في الخدمات الطبيه، مركز كبير وفي جميع الطاقات اللي ممكن تساعد الاطباء في البحوث الطبية. صح. الآن إحنا أيضا كجمعية أطباء عندنا مجلة طبية معترف فيها عالميا، فنساعد الأطباء، عندنا فريق طبي، عندنا إديتر، ما أعرف شو، مدققين، رئيس تحرير، محررين، يحرصون على دقة البحوث المنشورة في المجلة الطبية. هذه كلها للإثراء من البحوث الطبية. صحيح. والعلاجية في المملكة. دكتورة، تتفقين أو تختلفين معي أن جائحة كورونا يمكن ساهمت في زرع ثقافة طبية لدى المواطنين؟ هذا من جانب. شلون أنا بتكلم عن هذا الجانب؟ أن اليوم الأمراض النفسية ربما لجأ لها المواطن خوفا من الوسواس القهري من خلال هذه الجائحة. من جانب آخر تثقف المواطن أكثر، بدأ يقرأ عن الطب، بدأ يقرأ عن الفيروسات، بدأ يقرأ عن جوانب ثانية طبية. نعم. تتفقين دكتورة معي؟ أكيد أتفق معك. يعني مجتمع البحريني أو الشعب البحريني مش شعب واعي، مثقف، يطلع. نعم. سواء عن طريق الإنترنت، هو سلاح ذو حدين ساعات، بس يعني مجتمع واعي ومثقف. فأنت لما يجيك المريض مريض مثقف ومريض واعي، أنت تحاول تقدم ما هو أفضل لهذا. صحيح. المريض، تحاول صلة التواصل بينك وبين المريض تكون أقوى، البادي لانجوج بينك وبين المريض تكون في أحسن صورها. صحيح. فأكيد الارتقاء بالخدمات الطبية مع المريض المثقف، المريض المطلع، تكون أحسن. ما يمنع أن أنت تقدم نفس الخدمة للمريض. صحيح. اللي شوية أقل، بس دائما المريض المثقف المطلع أسهل للطبيب. هذا أحسن ما عنده. يعني دكتور نبيل، أنا راح أسألك كونك رئيس الأطباء، شلون تشوف نفسية الأطباء في هذا الحزة يعني هذا الوقت؟ يعني تعبناهم احنا المجتمع البحريني تعبهم؟ لا بالعكس، بالعكس الأطباء، بالعكس الأطباء معنوياتهم جدا عالية. الأطباء يعني بالعكس هم فخورين جدا أنهم يكونون هم خط الدفاع عن يعني عن أولا عن البحرين وبعدين عن المجتمع البحريني. بالعكس هم يعني فخورين جدا أنهم يعني كان لهم دور كبير جدا في هذه الجائحة. فنفسياتهم بالعكس نفسياتهم عالية، وهذا كله يعني حتى يعني موضوع التعب والجهد النفسي والجهد البدني اللي يبذلونه هذا كله ينسونه إن شاء الله. ويعني وبالعكس فرحتهم يعني كبيرة أن تم الاعتماد عليهم في هذه الجائحة الكبيرة. تم الاعتماد عليهم بالضبط. يعني هم الخط، هم خط الدفاع الأول. بالفعل. وإحنا بعد ممتنين، يعني إحنا قد ما نقدر من خلال هذا البرنامج نوصل لهم حجم امتناننا. يعني ناهيك عن القيادة ممتنة
ناهيك عن ان الشعب ممتن، وفعلا يعني احنا كل يوم نقعد هني ونطلب بس من الشعب الالتزام بالاجراءات الوقائيه عشان نخفف من الضغط على هذين الاطباء. صحيح. اللي من اول ما صارت الجائحه وهم فعلا ملتزمين في دوامات طويله، يتعبون وتعبون هم يبتسمون. يعني احنا نشوف ايش كثر فيديوهات عفويه تؤخذ حتى بكاميرات عفويه لشلون البحريني الطبيب او الممرض او العامل او المشتغل في ذي المجال الطبي شلون يقدم الخدمه بحب وود. يعني انا ساعات استغرب اقول ما يتأففون، ما يتعبون، ما يقولون تعبنا، ما يتضايق. تشوف يحاكي المريض، كل مريض على حسب فكره، على حسب ثقافته، على حسب وعيه، وتعاملون مع الكل. ما يقولون لا والله ذي عامل اجنبي، لا ذي تعب، لا حار، لا شمس، ابدا. يعني صدق احنا نرفع لهم القبعه، ممتنين جدا لكل الخدمات اللي يقومون فيها. وان شاء الله يا رب نخلص من هذه الجائحه. آمين. ونسوي لكم احتفال شعبي. انا بقول احتفال شعبي ان شاء الله باذن الله. دكتوره قاضي، عندي لفت انتباهي لما الدكتور نبيل كان يتكلم عن الجامعات التعليميه اللي موجوده بجانب المستشفيات. هذه معموله في الدول الاوروبيه، ويعني اعتقد ثقه المواطن تروح حق المستشفى اللي يملك جامعه ايضا تسرع من وتيره البحوث العلميه. فالبحرين لما تكون ايضا بوجود جامعات طبيه موجوده بجانب المجمعات الطبيه كمجمع سلماني الطبي او مستشفى الملك حمد وجامعه وغيرها، هذه تعزز من دور الصحه في البحرين دكتوره؟ اكيد. شوف، هي لان الجائزه حاولت تغطي الجهتين. صحيح. البحث الطبي، والفئه الثانيه اللي هي الفئه الطبيب، فئه العطاء والوفاء. هذه الفئه ترى مهمه جدا ايضا، لان الطبيب احنا فئتين من الاطباء. في اطباء يحطون همهم في البحوث، شاطرين في البحوث. صح. وفي اطباء يحب التدريس، يحب انه يكون ملتحق بجامعه مثلا، يحب انه يعطي وقته اكثر حق المرضى. احنا معتازين الجهتين. صح. فالتكريم من رئيس الوزراء للجهتين عشان يغطي شرائح الاطباء. طبعاً. بالكامل الجهتين، الفئه الاولى والفئه الثانيه. صحيح. وعلى طاري الجائزه، هذه الجائزه اكيد ادخلت البهجه والسرور على العاملين في القطاع الطبي اللي أكدوا على أهميتها في إيجاد روح التنافس والتشجيع على العمل والعطاء لمواصلة المسيرة الطبية الحافلة في مملكة البحرين. نتابع معاكم هذا التقرير. يعني اليوم أنا ما أقدر أوصف أي كثر أنا مستانس. زين، لما يجيك تقدير يعني من أعلى الهرم في البحرين، يعني سمو رئيس الوزراء الله يحفظه الشيخ خليفة، الأمير خليفة الله يحفظه، يعني هذا التكريم إنه يحين جائزة للطبيب البحريني، خاصة في هذا الوضع المقلق واللي فيه جائحة الكوفيد أو الكورونا، يطلع في يترأس الحكومة ويقول إن أنا أبى أكرم الطبيب البحريني والأطباء البحرينيين كف، ودائما هم بيكونون عند العهد إن شاء الله. يعني هذا التقدير خلاني أنا واجد أكون مستانس، يعني أحس يلامس كل الأطباء من غير مبالغة فعلا. أنا يعني حتى لما شفت هذا قلت أنا لازم أقدم، لأن هذا التقدير صراحة تاج على رأسنا، ولازم نبين للناس ونبين للمجتمع أن ترى في أطباء وفي كوادر تقدر تقوم بالأعمال مع الضغوط هذه اللي موجودة. فيعني شكرا، شكرا لحكومتنا الرشيدة، وشكرا لسمو رئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة. طبعاً بدايةً في واقع الأمر هو ليس بمستبعد على الحكومة الرشيدة وعلى صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الإشادة والاهتمام بالكوادر البحرينية البشرية، ولا سيما الأطباء المتميزين منهم اللي طبعاً أثبتوا من زمان وأثبتوا خلال فترة كورونا والأيام الجاية بإذن الله أن أهما يقدمون أعلى المستويات الطبية على مستوى مملكة البحرين، وهذه إشارة المقيمين وحتى الزائرين إلى المملكة برقي تقديم الخدمات الطبية عندنا. طبعاً الجائزة هي فخر حق كل بحريني ينتمي على أرض هاي المملكة، هو فخر لنا إحنا أن تقديراً حق جهودنا، وأيضاً متلازمة مع خطط التنمية المستدامة حق مملكة البحرين. طبعا جائزة سمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة تعتبر فرحة لنا كلنا، كل العاملين في القطاع الصحي وخاصة الأطباء، بكون انه هو يكون سنويا التكريم حق الطبيب في كل أربعاء من نوفمبر من كل سنة. هذه على
على كثر الفرحة أن في أحد قاعد يقدرنا ويشوف جهودنا المبذولة، يخلينا إحنا نبذل جهود إضافية ونطلع من البوكس اللي إحنا متعودين عليه عشان نوصل حق المستوى العالمي في المجال الطبي والبحوث العلمية. طبعاً الفئة الأولى من الجائزة تعتبر حق البحوث العلمية والسريرية، مثل ما نعرف أن هذه بتكون أول سنة الواحد يقدر يقدم عليها، في عدد معين من الشروط اللي لازم الواحد يستوفاها عشان يقدم الجائزة. ومثل ما تعرف أن البحرين ولادة حق هاي البحوث العلمية، في عدد كبير من الأطباء اوريدي جاهزين عندهم بحوثهم اللي قدموها عالميا، وهم يستوفون الشروط أن يقدمون حق هذه الجائزة وإن شاء الله تكون من نصيبهم. ولكن في ناس اللي توهم بيبدون الريسيرش أو أن ما استوفوا الشروط، يعطيهم مجال أنهم يشتغلون على نفسهم ويقدمون في السنوات القادمة عشان أنهم يحصلون هذه الجائزة. عودة لكم مجددا للحديث أكثر عن هذه الجائزة اللي فعلا يستحقها كل طبيب بحريني، واللي إن شاء الله يا رب نشوف ثمارها ونقطف ثمارها في القريب العاجل. يعني دكتور نبيل، إذا بسألك، هل تعتقد بأن هذه الجائزة ستحقق مزيد من السمعة المشرفة للطبيب البحريني عالميا؟ بلا شك. يعني أولا حتى محليا أن الطبيب البحريني نال ثقة ونال تقدير من أعلى سلطة، يعني من القيادة نفسها. صحيح. يعني فهذا فخر كبير جدا. الشغلة الثانية المهمة يمكن لو تتذكرون، يعني حتى لما أعلن عن موضوع يوم الطبيب البحريني وتم الإعلان عن الجائزة، كان هناك أشياء إشادة عالمية كبيرة جدا بهذا الموضوع. يعني حتى لو تتذكرون كان في إشادة يمكن من البحرين نفسها، وكان في إشادة إقليمية، كان في يعني مجلس الصحه لمجلس التعاون الخليجي كان في اشاده منه. صحيح. كان في اشاده ايضا من منظمه الصحه العالميه. بالضبط. كان في اشاده من شخصين، يمكن كان اللي هو مدير منظمه الصحه العالميه لشؤون الشرق المتوسط، وكان في من المدير الاقليمي. نعم. وكان في من مدير الصحه العالميه نفسها يعني. نعم. فوصلت الجائزه هذه من شيء محلي الى صار لشيء عالمي. صحيح. وحتى لو تذكرين سلمت الله، ايضا في موضوع اللجنه اللي مختصه في الجائزه، هناك ايضا ناس عالميين وناجهات عالميه جدا مهمه بتكون ايضا جزء من اللجنه اللي تقرر الجائزه تكون لمن فيها. يعني رئيس جامعه الخليج العربي، وفيها رئيس الكليه الملكيه للجراحين، وهذا لا يمثلون أنفسهم أيضا، هم يمثلون أيضا جهات كبيرة جدا. صحيح. وجهات عالمية. هذا يرفع من مستوى الجائزة. ويرفع من مستوى الجائزة. بالإضافة إلى هذا، أيضا هناك ممثل من منظمة الصحة العالمية سيكون أيضا عضو في لجنة الجائزة. بالإضافة إلى هذا سيتضم أيضا خبراء عالميين في مجال البحوث العلمية. صحيح. فكل هذا معناته أن هذه الجائزة مو جائزة بسيطة. هذه الجائزة لها يعني وزن كبير، صبغة عالمية. وسلطة عالمية. صبغة عالمية. نعم. صحيح. صبغة عالمية. صحيح. فأنا أظن بالعكس إن شاء الله ستوصل الأطباء البحرين للعالمية. إن شاء الله بنشوف تنافس يعني جميل جدا ما بين الزملاء في هذه المهنة، مهنة الطب. نعم. المهنة يعني مهنة شريفة جدا. صحيح. يطلق إنسانية. عليها إنسانية. بالضبط. إنسانية. نعم. إنسانية. دكتورة قادة، يعني فئات الجائزة، خلينا نتكلم عن فئات الجائزة ومدى ملائمتها ومناسبتها للأطباء. مثل ما قلت لك سابقا. نعم. في فئتين. صحيح. في فئه البحوث العلاجيه، فئه البحوث العلاجيه البحوث، وفي فئه العطاء والوفاء. العطاء والوفاء، شو المعني بالعطاء والوفاء؟ هذا اللي احنا قلنا، الطبيب اللي هو بذل جهد اطول سنوات في خدمه المرضى، يدرس، يلقي محاضرات، يروح يطلع برا، يمثل البحرين في مؤتمرات دوليه وعالميه، هذه بعد لها قيمته، لمساهمات انسانيه، يدرس الطلبه، يعلم المتدربين الاطباء الجداد، يشرف عليهم، كل هذه يعزز ويثري الخدمة الطبية في البحرين. يعني الجائزة ما غفلت حتى الجوانب الإنسانية. بالضبط. دكتورة يعني. بالضبط. إيه يعني. أعتقد أنه مو ممكن نغفلون الجهة الإنسانية، لأن أصلاً مهنة الطب مهنة إنسانية. صحيح. يعني إحنا نشوف العديد من الأطباء اللي نفخر فيهم بحرينيين، واللي تواجدوا بعض معانا من خلال هذا البرنامج، كانوا خلال الجائحة
تركوا مكاتبهم راحوا يتابعون شؤون المرضى بنفسهم يتابعون. صحيح. شفناهم يشيلون التلفونات يسألون المرضى عن حالاتهم الصحية بشكل شخصي بعيدا. صحيح. عن كون هذا طلبوا منه أو من مهامة الوظيفية أو لا. هذين يعني أعتقد بنحطهم كلهم على رأسنا. غير كذي إحنا نشوف العديد من الأمثلة في أطباء يعني ما تنتهي أو العلاقة بين المريض. صحيح. والطبيب ما تكون علاقة علاج. صحيح. لا علاقة إنسانية أكثر. صحيح. هو مو بس ينقذ حياتي، هو مو بس يقدم لي علاج، هو يتواصل معي بطريقة إنسانية يحتويني فيها. شفنا كثير يقدمون خدمات مجانية غيرنا. إحنا عندنا أصلاً أوردي مجاني. صح. يعني الخدمات الطبية، لأن حتى لو كان من مكان أو يشتغل في مكان يعني خاص، إلا أنه هو يقدم بعض الخدمات المجانية عشان يخدم فيها المجتمع. صحيح. صحيح. الجائزة لما فكر لما الفكرة ياتنا نغطي الفئتين من الجائزة للشكر، يعني ثقافة الشكر والامتنان هذه ثقافة عالية جدا، ثقافة عالية ومتميزة. يعني نشكر عليها القيادة. صحيح. لأن لما القيادة تشكر أو تقدر أطبائها كله بيعود بالمنفعة. لما الطبيب يشكر أو الطبيب تحس أنه لا مكانة في المجتمع، يقدم للامتنان، الخدمة اللي راح يقدمها حتى لو مثل ما قلتي لساعات طويلة من العمل. صح. بدون حتى أجر أو فكله بالمنفعة والفائدة على الخدمة العلاجية المقدمة في مملكة البحرين. بالضبط. أنا جانب يعني دائما كنت أسمع بالنسبة للتطبيب عن بعد دكتور نبيل، هل ساهم التطبيب الإلكتروني ولا التطبيب بالاتصال الهاتفي عموما هو تطبيب عن بعد في تقليل زيارات المرضى للمستشفيات؟ نعم، هذه يعني يمكن من الأشياء اللي نقول الأشياء اللي استفدنا منها أيضا، اكتسبناها من هذه الجائحة، اكتسبناها ويعني كخبرة جديدة في مجال يعني يمكن ما مرت علينا جوائح بهالطريقة. صحيح. ولكن يمكن للضرورة أحكام، وإحنا الحمد لله يعني حتى في مستشفى السلمانية الطبي طبقنا هذا الموضوع. إحنا يعني كخدمات طبية وكخدمات إدارية. نعم. ساهمت يعني بنسبة كبيرة جدا. هناك الكثير من يعني في حسب التخصص طبعا، هناك الكثير من التخصصات يمكن تدار او يمكن الطبيب يعطي كونسلتيشن بالكامل، يعطي استشاره كامله. صحيح. عن طريق فقط الاتصال المرئي او حتى بدون اتصال مرئي، حتى يمكن الاتصال عن طريق على حسب طلب المريض اذا ما كان حسب طلب المريض. ولكن هذه يعني جدا ساعدت في تقليل عدد الزيارات. الناس يمكن اولا عشان ما يكون في تزاحم، وبعدين حتى يمكن يقلل الخطر ايضا للمرضى ولبقيه الناس. صحيح. وحتى المرضى في بعض المرضى يكونوا مرتاحين جدا ان هم متقبلين للتطبيب. نعم. عن بعد بالعكس، يعني في مرضى مرتاحين هو في بيته موجود، ما يحتاج انه يعني مثلا المسافة الدرب او عناء السياره هو في مكانه يحصل الكونسلتيشن ويحصل الخدمه ويحصل على ادويه ايضا ويحصل على التشخيص، وحتى الادويه اللي كانت توصل للبيت وتوصل للبيت. بالضبط. فهذه خدمات يمكن الاشياء جدا يمكن نبيها هذه تستمر عقب الجائحه. هو طبعا هذه الاشياء كلها بتستمر، كل هذه المكاسب والمنافع ما نبيها تتوقف. بالضبط، ان شاء الله ما بتتوقف ان شاء الله، وحتى يمكن لو قلت شويه بس ان شاء الله ما بتتوقف. احنا يعني جدا الحين يعني احنا يعني استوعبنا ان التكنولوجيا جدا سلاح مهم. صحيح. ولها دور مهم جدا، ويمكن ان تخدم الخدمات الطبيه يعني اكثر مما كنا نتخيل. فالحمد لله يمكن احنا استفدنا من هذا الموضوع وطبقناها وقاعد نجني الثمار حقيقه. بالضبط. في الوقت الحاضر. بالضبط. يعني بعد الخدمات اللي استفدنا منها خلال هذه الجائحه ممكن تواصل عملها ما بعد هذه الجائحه. بتواصل ان شاء الله، ويمكن تكون افضل ايضا، لان يمكن بيتم تطويرها، بيكون تطويرها وتكون ايضا تعلمنا يمكن من الاخطاء او يمكن من النواقص اللي كانت فيها. بالفعل يعني دروس مستفاده كثيره بناخذها من هذه الجائحه ان شاء الله معانا، وننقلها عقب ما تخلص هذه الجائحه ونطورها، واكيد عشان نطور الخدمات الصحيه والخدمات الحكوميه بشكل عام. مشاهدينا اكيد مستمرين في الحديث الشيق مع ضيوفنا في الاستديو بالتاكيد، لكن خلينا نتوقف مع هذا التقرير وراجعه. بنية تحتية صحية قوية تحققت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبتنفيذ الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومتابعة سمو ولي العهد، أكدت اهتمام الحكومة في الأطباء وتشجيعهم بشكل مستمر من أجل دفعهم لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين عليه. دور الأطباء في مواجهة جائحة فيروس كورونا دليل قاطع على عطائهم الكبير وتضحياتهم الجسيمة ضمن الصفوف الأمامية، أشاد بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً أهمية الطبيب البحريني في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
قرارات تحفيزية ودعم لا محدود من قبل الحكومة لتشجيع القطاع الصحي على بذل المزيد من الجهد والعطاء، يؤكد الخطوات المشهودة من أجل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء في ظل مختلف الظروف. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، ولازلنا مستمتعين بهذا الحديث مع كوادرنا الطبية مع الدكتور نبيل والدكتورة غادة. دكتور نبيل، يعني شو الدوافع اللي تخلي الطبيب البحريني يكون متشجع اليوم لنيل هذه الجائزة؟ نعم، هذه الجائزة مو جائزة عادية. صحيح. هذه الجائزة تحمل اسم، يعني يمكن ما فرحنا في السابق، تحمل اسم كبير جدا واسم غالي على البحرين واسم يعني محبوب جدا، فشرف كبير لأي شخص أو أي طبيب بحريني أن يحصل على هذه الجائزة. أنا أظن مو بس حلم يعني لأي طبيب بحريني أن يحصل على هذه الجائزة، حتى فقط يعني المشاركة فيها أيضا شرف كبير، حتى لو ما فاز بالجائزة. صحيح. فأنا أظن إن يعني إن حلم كل طبيب بحريني يتوج مسيرته بهذه الجائزة. يتوج مسيرته، وبالذات لما نتكلم عن المجموعة اللي هي اللي اشتغلت يعني أكثر من 30 سنة، فتخيل هذا بعد 30 سنة يحصل شيء جائزة بهذا الحجم وهذه المكانة. فوجود جائزة بهذا الحجم وبهذا المستوى. صحيح. يعني أظن أن الكل يعني مستعد أن يبذل كل جهد يعني عشان يحصل ويتنافس مع بقية المتنافسين. أنت الأقرب للأطباء منه يا دكتور. نعم. يعني أكيد. نعم. قاعد أشوف تنافس حميم بدأ من الآن أعتقد. أوردي الناس يعني 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 بدأت أن تسجل. أوردي في كلام من الناس قاعد تشجع بعضها وقاعد تسأل جداً. كل واحد يسأل الثاني متى وش بتقدم. شكل فرق عمل الآن. فرق عمل. فالناس كلها متشجعة إن شاء يعني الله. يعني أنا يمكن أستعير منك كلمة قلت حتى المشاركة، مجرد المشاركة هو فخر. يعني أنا هذا اللي بعد أحب أعول عليه. يعني كثير من الأشخاص يقولك أنا ذا يمكن ما فوز، يمكن منافسة صعبة، يمكن بحثي ما يفوز، يمكن مو أنا أكون الطبيب المميز في العطاء وكذا، لكن المشاركة في حد ذاتها بالضبط. تواصلك حتى سنوياً بالمشاركة هو شرف. أنت تحاول مرة ومرتين. هل تعتقدين دكتورة قادة أن هذه الجائزة راح ترفع الكفاءة؟ إذا كل شخص تفكيره كذي، أنا راح أطور من عملي، أنا راح أطور من نفسي عشان يمكن في يوم أكون أستاهل هذه الجائزة. شوفي، هي الجائزة تعكس فكر وحكمة رئيس الوزراء، لأن الجائزة ثمينة، فأكيد أن كفاءة الطبيب لما أنت تقدم على منافسة شريفة، لما أنت تحرص أن أنت تكون تحصل على الجائزة، أنا أبي الفئة الأولى، والله أنا أبي الفئة الثانية، هذه كلها حافز لمنافسة شريفة بين الأطباء، ترفع من كفاءتهم، ترفع من اطلاعهم، ترفع من حتى معايير الخدمة اللي يقدمونها للأطباء، لأن الكل راح أوكي أنا ما راح أقدم في الفئة الأولى، راح أقدم في الفئة الثانية، أوكي خليني أنا أروح أدرس أطباء، خليني أنا أروح أشرف على تدريب أطباء، كل هذه في الأخير بيرجع بالمنفعة على الطبيب نفسه. صحيح. على الخدمة، على المنظومة الصحية، على الكل. يعني تسمح لي فوز أبخذ هذا السؤال. أي تفضل. كونك رئيسة جمعية أطباء وفي يوم للطبيب البحريني، إيش بتسوون لهم؟ بحطها فرقتك الحين فقط يسمعوني. يعني احنا في يوم المرأة، يوم المرأة فواز توماتر ننطر كل يوم ايش مسوون لنا. الأطباء يستاهلون كل خير. يعني لو نعطيهم الشمس في يد والقمر في يد بعد قليل في حقهم. فالكل جائزة باسم رئيس الوزراء، كل المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخاصة، الكل حاب يشارك. فإن شاء الله إن شاء الله الجائزة أو الاحتفال راح يكون شيء كبير، يستاهلون الأطباء. شوية يخفف عليهم كل اللي مروا فيه، وأنا دائما أقول أطباءنا يستاهلون. وهم طول عمرهم في أعباء يومية من خلال المرضى، من خلال دورهم. دكتور نبيل، قبل ما نختم، يعني أنا كنت بوجه لك هذا السؤال،
بالنسبة للجائزة وأبعادها غير التنافسية، غير الحصول على هذه الجائزة، لها أبعاد إنسانية كبيرة، راح تشكل فرق عمل ما بين الأطباء نفسهم، تزيد من أواصر المحبة والأخوة والزمالة الطبية اللي موجودة، بالإضافة إلى الزمالة الطبية دكتور، يعني هذه الجائزة لها أبعاد أخرى. صحيح، ما في شك طبعاً، مثل ما تفضلت إنه بيكون في تنافس شريف بين الأطباء، يمكن الأطباء أيضاً يتعاونون في بعض الأبحاث، يمكن يكون يعني تعاون مشترك، صحيح. يمكن يحتاج مساعدة من طبيب يحتاج آخر. مساعدة طبيب آخر، يمكن يكون عادة الأعمال والبحوث العلمية ما تكون فيها شخص واحد، يكون فيها أكثر من شخص، يمكن يكون بأكثر من تخصص يشتغلون في نفسه، فروح الفريق وروح العمل كفريق إن شاء الله متواجدة. يعني بتوضح إن شاء الله بإذن الله، وستبلور أيضاً وسيكون نتائجها يمكن أبحاث يعني ذات كفاءة أو ذات مستوى أعلى أيضاً من أن يكون الشخص يشتغل بروحه. أنا أتكلم حتى يمكن على نتائجها النفسية راح تكون إيجابية أكثر على بالضبط. روح الفريق الواحد في المستشفيات البحرينية، صحيح. وتخلق علاقة وطيدة أيضاً حتى مع المرضى أكثر، راح يقبل الدكتور على مهنته أكثر بفرح غامر، بسعادة غامرة، صحيح. بناء على هذه الجائزة اللي صحيح حسنا. ونفسيتهم إن شاء الله بتتحسن، ونفسيتكم بتكون يعني، وحتى معنوياتهم وثقتهم بنفسهم أيضاً، وكل ما كان الطبيب ثقته بنفسه أكثر ونفسيته أحسن بيعطي أكثر أيضاً للمرضى، صدقت. وبيعمل يعني بجد، وبيعمل بروح يعني أفضل، وبروح رياضية ساعات نقولها وبالعكس إن شاء الله بيكون هذا كله بيأثر على الخدمات الطبية إلى الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الجائزة إذا سمحتوا لي بعد مو بس تفتح المجال بين الأطباء في المنظومة الواحدة، يعني تفتح أواصر التواصل بين حتى الأطباء في المستشفيات بينها وبين بعض، يعني يمكن أطباء في مستشفى واحد مثلا الخدمات الطبية يقدمون بحث مشترك مع أطباء في المجمع السلمانية، في مستشفى الملك حمد، حتى في المستشفيات الخاصة، فيصيرون الأطباء كلهم كيد واحدة كفريق واحد، فالجائزة فعلا فعلا لمت الأطباء مع بعض. أنا يعني دائما أقول فعلا حكمة ورئيس الوزراء شلون جمع الأطباء وشلون قدر الأطباء، اختيار التوقيت أصلا في حد ذاته فعلا يعني كان اختيار يبعث أو يشحذ الهمم عند الأطباء في هذه الوجهة، وجع الروح في الأطباء بالفعل. إذا أعطيتكم كلمة أخيرة دكتور نبيل، شنو تحب توجه سواء للمواطنين البحرينيين سواء للأطباء للأي أي أي يعني جهة معينة، أي جهة معينة توجه لها؟ نعم يعني ممكن عندي جهتين يعني لو تسمحوا لي. أولا بقول للأطباء ان يعني افرحوا يا اطباء، يعني خلق ثقتكم تكون موجوده بنفسكم، انتم مقدرين جدا من قيادتكم ومن الشعب البحريني كله يقدركم، انتم يجب ان تفخروا بنفسكم، يعني هناك جهه كبيره مثل سمو رئيس الوزراء يعني حط اسمه على جائزه يعني موجهه لكم، فهذا فخر كبير لكم، انتم يعني لكم كل الحق انك تفتخرون بنفسكم وتفتخرون بقيادتكم. المسج الثاني او الشيء الثاني اللي بغيت اقوله، يعني بصفتي طبيب ومسؤول على اطباء في مجمع السلماني الطبي، انا اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الى قيادتنا الرشيده، يعني بقياده جلاله الملك حفظه الله جلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه، وكذلك الى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه سمو رئيس الوزراء، وكذلك إلى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد، على اهتمامهم وعلى دعمهم اللامحدود للأطباء والخدمات الطبية في البحرين، وكذلك يعني أتقدم بالشكر إلى سيدي سمو رئيس الوزراء على تفضله وتشريفنا نحن الأطباء بجائزة تحمل اسم سموه، وهذا فخر كبير لنا جميعا، وإن شاء الله هذه بظل يعني للأبد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة غادة، أنا في البداية أحب أشكر القيادة الرشيدة لثقتها في الطبيب البحريني، أشكر خاصة سمو رئيس الوزراء الداعم الأول والأكبر لجمعية الأطباء من البدايات، ما يقصر عنا في أي شيء، فداعمنا بكل ما نحتاجه في جمعية الأطباء.
الشكر موصول للأطباء كجمعية أطباء. نشكرهم دائما على الجهود اللي يقومون فيها هالأيام، يعطيهم ألف ألف عافية. الرسالة الأخيرة أوجهها حق المواطنين والمقيمين، الأطباء في خدمتكم، إحنا موجودين لخدمتكم وإن شاء الله إن شاء الله ما تحتاجوننا، لكن لو احتاجتونا الأطباء موجودين، وخلوا ثقتكم في الطبيب البحريني. والله كفونا عقب 7 أشهر من العمل اليومي المتواصل نسمع هذا الكلام الطيب وبالابتسامة هذه بالفعل. يعني المليئة بالتفاؤل للمستقبل. واجبنا الله يسلمك. يعطيكم العافية. أنا شاكر لكم وجودكم دكتور نبيل ودكتور غادة في هذا اللقاء الشيق وممتع. أنا المخرجنا عبد الرحمن المناعي يقول لي أختم وأنا أقول ما ودي أختم. لما نتلاقى مع فريق طبي موجود معنا في البحرين من كوادر بحرينية ما ودنا نختم في الحقيقة هذا اللقاء المثمر، لكن من خلالكم نوجه التحية لجميع الأطباء في البحرين واللي يعمل في الكادر الطبي من أطباء وممرضين وحتى في الجانب الإداري. يعطيكم العافية. شكرا. مشاهد الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل وسنواصل إن شاء الله في مجتمع واعي، ابقوا معنا. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو COVID-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أنه يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة 2 شهر أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أم وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوون لنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات عساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف إنه هو يعدي، وخاصة إنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركير وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى إني أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. مشاهدينا راح ننتقل معكم إلى زميلي فواز اللي يستعرض آخر إحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل زميلي فواز. شكرا للزميلة لولو. بالتأكيد راح نستعرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأحد 16 من شهر أغسطس 2020
2020، فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 962 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3454 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3419 حالة، فيما يبقى 35 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 97 حالة، أما المتعافون فيبلغون 42806 متعافين. الوفيات 170 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 378 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 132 حالة لعمالة وافدة و236 حالة لمخالطين و10 حالات قادمة من الخارج، وتعافي 337 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأحد، والكلمة تعود للزميلة لولو. البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا الكرام، كل الدعم والاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر السنوات الماضية نشوف ثمار اليوم في المنظومة الصحية القوية وفي التقدم الكبير اللي تشهده مملكة البحرين في كافة المجالات. صدقت يا فواز، يعني ونشوف الاستثمار في الرعاية الصحية وفي الكفاءات الوطنية لا شك أن استثمار رابح، ومثل ما شاهدنا نتائجه عند ظهور هذه الجائحة شلون كانت المنظومة الصحية تقوم بمواجهة هذا التحدي وفي نفس الوقت تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة ودون تأثر. كل اللي قامت فيه كوادرنا الصحية في الصفوف الأمامية خلال هذه الفترة من جهود ما توفيها الكلمات مهما قلنا، ونبقى مدينين لها، وأقل شيء نقدر نقوم فيه لتقدير هذه الجهود أن نحن نواصل بالتزامنا التام بكافة الإجراءات والتعليمات اللي وضعت لأجل سلامتنا وسلامة أهلنا وسلامة مجتمعنا أيضا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي بكرة بإذن الله مع الزملاء بسام ورقية. فمان الله وحفظه، مع السلامة. في أمان الله.